نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكرامات وخوارق العادات يمكن للإنسان أن يكفرها ويفعلها، وما هي في حقكم لمن يفعلها ويحلف عليها؟ لا، كرامات ليس للإنسان فيها أي عمل، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى يجريها على يد من يشاء من عباده لحكمة، وليس للإنسان أن يسعى إليها ولا أن يتحراها ولا أن يطلبها، لأن الذي يسعى إليها ويطلبها هذا دليل على أنه يريد التكبر على الناس ويريد الميزة على الناس، هذا لا ما هي بترفع الكرامات، ما هي بترفع، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى يجريه على من يشاء من عباده لحكمة. ما كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم يعتنون بطلب الكرامة ولا يعبدون الله من أجل أن يحصلوا على كرامة، وإنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، حديث صحيح، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حديث صحيح، وهو يدل على أن التشبه كبير، تشبه أحد الجنسين بالآخر كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. هذه منكرات يجب على من حضر أن ينكرها وأن يطلب منعها من المحفل، لأنها منكرات، رفع الصوت بالغناء، الرجال لا يجوز لهم الغناء ولا ضرب الطبول، وإنما هذا خاص بالنساء، يضربن الدب ويغنين فيما جرت عادة النساء به من غير تقريب ومن غير جلب مطربات وموسيقى مسجلات وغير ذلك، هذا كله باطل منكرات، إنما تغني النساء بصوت مجرد فيما بينهن لا يسمعه إلا النساء فقط، وأما الرجال فلا يغنون ولا يضربون طبول ولا يستعملون بنادق ولا شيء، إنما يحضرون للوجبة وأكل الوليمة فقط، هذا هو السنة، وما زاد عن ذلك فإنه منكرات يجب منعها وإنكارها. نعم. ما تصفق النساء إلا عند الحاجة، عند الحاجة إذا احتاجت إلى تنبيه أحد وكانت بحضرة رجال لا تناديه وتصوت، إنما تصفق لا حتى يأتي، كذلك في الصلاة إذا كانت تصلي خلف الإمام وسهى الإمام فإنها تصفق من أجل تنبيه الإمام ولا تتكلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي كيفية تصفيق النساء، وهل تصفق إذا أطال خطر على قلبها؟ النساء تعرف كيف تصفق، قالوا داعي نفسها تصفق، تعرف تضرب يد على يد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستخدم بعض الإخوة الصافرة في مجالس على المزارات لأنها أماكنهم متباعدة ولا يسمعون الصوت العالي، الصفير هذا سمعتم انه من فعل الجاهلين الذي يستعمل الصفير، وانما ينادى النداء، ينادي يا فلان تعال ناديه، والان وجدت الهواتف المكالمات مكبرات الصوت يسمع البعيد، لا حاجه الى الصفير. نعم. أن يرد قولا للإمام أحمد أو الشافعي مثلا لظاهر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
من قبل أن يعرف لماذا لم يأخذ الإمام في هذا الحديث؟ لا، ما يجوز للمبتدئ، ما يجوز للمبتدئ أنه يتدخل في كلام العلماء. هذا إنما هو للعلماء، للعلماء المتمكنين، هم الذين ينظرون في أقوال الأئمة ويزنونها بالأدلة. أما المبتدئ فهذا لا يجوز له أن يتدخل، لأنه ليس عنده علم، وقد يستنكر شيئا صحيحا وقد يصحح شيئا غير صحيح. المبتدئ يتعلم أولا، فإذا وصل إلى مرتبة العلماء هناك له حق النظر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا بعض الناس المتعلمين إلى الدين يقيمون الضعفاء والفقراء من أناقيهم إذا جاءهم الدين يجلس عليهم الظلماء، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. من سبق إلى مكان خصوصا في المسجد أو في مجالس العلم، في مجالس العلم أو في المسجد، من سبق إلى مكان فهو أحق به، لا يجوز إقامته. وكان ابن عمر إذا دخل المجلس وقام له أحد لم يجلس في مكانه ويأبى أن يجلس في مكانه، مع أنه هو اللي قام له اختياره وهو اللي يحب أنه يجلس في مكانه، ومع هذا يمتنع رضي الله عنه من الجلوس في مكان أحد يقوم له، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم. حضرة الشيخ وفقكم الله، من احتاج الآن أو الزائد إلى تخصيص وقت لكبراء القوم دون ضعفائهم، فهل هذا يدخل في النهي؟ نعم، يدخل في النهي. العالم يفتح المجال، يفتح المجلس لكل طالب حق ولا يمنع أحد، هذا هو. إنما إذا كان الأمر في شيء خاص، مشورة خاصة أو مسائل خاصة، لا بأس. المسائل الخاصة هذه لا بأس، أو الأشياء السرية، لكن الأشياء العلنية والعلم، العلم ما هو سري، العلم علني، فيفتح له المساجد والمدارس ومن أراد أن ينتفع ويستفيد فإنه يحب. نعم. قبيلة الشيخ وفقكم الله، حديث الجبالة وإنكاره من العالم أبو الأعلى الموجود وهو لا جباء في نفس العقيدة، كان ينكر في جباله وأحاديثه في إنكار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علمنا أن أبا الأعلى الموجود رحمه الله له باع في نشر العقيدة، وإنما له باع في نشر مذهب الإخوان المسلمين، وكتبه كلها في هذا الموضوع، ولا علمنا أنه باع في نشر العقيدة، الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك، ما علمنا هذا. نعم. حبيبنا الشيخ وفقكم الله، يوجد في تفسير الجبلين أن معنى الرحمة هي إرادة الخير لأهله، هل هذا المعنى خاطئ؟ نعم، هذا خطأ 100%. ليس معنى الرحمة إرادة الخير، وإنما الرحمة على بابها، على بابها، لا تؤول بإرادة الخير. نعم. لكن من آثارها، من آثار الرحمة حصول الخير. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فهذا من آثار رحمة الله. نعم. إذا رحم الله عباده أنزل المطر، فإن انتفعوا به ونبتت الأعشاب وحياة الأرض، هذا من آثار رحمة الله. نعم. ومن البيت وفقكم الله، تفسيره في غلاف القرآن في الكتب، هل يعتبر مرجعا أصيلا في التفسير؟ ليس مرجعا أصيلا في التفسير، المراجع الأصيلة تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير ابن عطية، وتفسير البغوي، التفاسير الأولى التي تفسر القرآن بأنواع التفسير الأربعة أو الخمسة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بمقتضى اللغة التي نزل بها. هذا الذي يفسر به القرآن، ويرجع إلى الكتب القديمة هي المراجع الموثوق، ويحذر من كتب المعتزلة وكتب أهل التأويل، وإنما يؤخذ منها ما يوافق الحق فقط. كذلك تفسير سيد قطب، يؤخذ منه ما يوافق الحق فقط،
أما ما خالف الحق فإنه يرد ولا يقبل. وهو ليس متخصصا في التفسير. المعروف عنه رحمه الله أنه أديب تخصص في الأدب وصاحب قلم في الأدب، ما هو من المتخصصين في التفسير. حتى يرجع إلى كلامه ويعتمد. حضور النساء إلى مجالس العلم وحضورهن صلاة الجماعة لا مانع منه، ويكن منفردة عن الرجال ومستورة لا بأس بذلك. وأما الصحابة وأنتم أدرى بهذا، إذا كان ترون أن هذا فيه مصلحة لهن فلا مانع من ذلك. إذا كان لغرض صحيح لا، على موعد مع أحد أو أنت إمام مسجد تروح تصلي الجماعة أو فيه درس أو محاضرة تستفيد ما في مانع، هذا لغرض صحيح. حضرة الشيخ حفظكم الله، ما هو ربكم على من يقتصد القدر على فعل معصيه؟ القدر لا يحتج به على فعل المعصيه، المعصيه يجب التوبه منها ولا يبررها الانسان ويقول هذا قدر، بل يجب عليه التوبه والاستغفار. وانما يحتج بالقدر على فعل المعصيه عند الجبريه من الجهميه وغيرهم، أهل الضلال هم اللي يحتجون بالقدر على المعاصي. وأهل الجاهلية أيضا يقولون لو شاء الرحمن ما عبدناه، يحتجون على عبادتهم للأصنام لأن الله أرادها ولو لم يردها ما منعنا لمنعنا منها، هم يحتجون على جواز عبادة الأصنام بالقدر. فالذي يحتج بالقدر هذا على طريقة أهل الجاهلية يحتج به على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب التي تصيب الإنسان، إذا أصابه شيء يصبر ويقول قضاء الله وقدر، قدر الله وما شاء فعل. أما المعاصي فيجب عليه التوبة والاستغفار والندم وترك المعاصي، هذا هو الواجب عليه. المعصية تنقسم إلى قسمين، كبيرة ودون الكبيرة. هناك فرق، الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو قتم بغضب أو لعنة أو نار، هذه الكبيرة. أما الصغيرة ما نهي عنها ولم يرتب عليها حد ولا وعيد وإنما نهي عنها فقط، هذه معصية صغيرة لكن لا يستهان بها، لأن الإنسان إذا استهان بالصغيرة فإنها تعظم وتكون كبيرة وتجرئه على الكبيرة، تجره إلى الكبائر أيضا. هذا لا يجب، هذه المسابقة وهي التوقع بأن يسبق الجواد الفلاني أو لا يسبق، فإن سبق الذي أنت رشحته تأخذ جائزة هذا باطل ولا يجوز، وهذا من أكل المال بالباطل، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نقل أو خف أو حاف، لأن المراد نفس المسابق، من سبق على الخيل فيأخذ جائزة، من سبق هو يركب الفرس يسبق، فإذا سبق يأخذ الجائزة. أما اللي جالس على كرسي أو بداره ويقول لي بيسبق الفلاني أو ما هو بسابق من الفلاني فهذا رجم بالغيب ولا يؤكل به المال، فمن أكل به المال فهو أكل للمال بالباطل، وهذا يدخل في الميسر، يدخل في الميسر. الجمهور على أنه يقع
الجمهور على أنه يقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره أن يراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، إلا من طلاق واقع. ما في مانع، كان يأثر عليه الرعد يسد أذنيه عنه توقيا للخطر أو للأثر الذي يصيبه، ما في مانع، ما نعلم في هذا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إني أعمل في مسافة 30 كيلو من الرياض، وأخرج من العمل مع مجموعة بعد أذان الظهر بعشر دقائق، وفي مكان العمل مسجد ومصلى آخر، هل يجوز لنا نحن المجموعة أن نصلي في هذا المصلى إن نمشي أننا لو تحركنا لا ندرك الصلاة في مكان العمل ولا في الرياض لأن السابق لا يقف بطريق الصلاة؟ هذا حسب الأيسر عليكم، إذا كان الأيسر عليكم أنكم تصلون في الطريق فأنتم تصلون في الطريق، إذا كان تفوتكم السيارة لو جلستم تصلون في المسجد الذي في مكان العمل تفوتكم السيارة هذا فوات رفقة، يجوز لكم أنكم تركبون السيارة وتصلون في الطريق. أما إذا كان مرتبط بكم ولا يروح إلا معكم ينتظركم فإن الواجب أن تصلوا مع الجماعة في مكان العمل ثم تنطلقون بعد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الله يحب فينا من يحب ومن لا يحب، فإن كثيرا من الناس ممن يلتزم بفواحش الله وأوامره حتى يصبح عن فئة طلاب العلم والعلماء فيأخذ العلم والعلم، ومع ذلك تجد بعضهم من أكثر الناس انتكاسة وبعضهم والعياذ بالله يخرج عن هذا الدين ويبتد به، فهؤلاء من أي فئة؟ فهل نستطيع أن نحكم على أهل العلم أنهم ممن يصفهم الله بمحبته كما ذكرنا؟ ليس إعطاء العلم إعطاء للدين، فقد يعطى العلم ابتلاء وامتحان وفتنة، فليس إعطاء العلم من إعطاء الدين إلا إذا عمل به، إذا عمل به فإنه نعمة، أما مجرد إعطاء العلم فالعلم أعطيه اليهود وهم شر الخلق حجة عليهم إقامة للحجة عليهم، فليس مجرد إعطاء العلم دليل على كرامة الإنسان، وإنما قد يعطى العلم لإقامة الحجة عليه ومن أجل الفتنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، المسألة 27 من مسائل الجاهلية تصنيفهم الكتب ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وهذا ظاهر في اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، فاليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيهما ما لم ينزله الله من الشرك واستحلال المحرمات والكذب على الرسل، الشيء الكبير انه موجود الان في اسفارهم
التوراة حرفت وزيد فيها ونقص وحذف منها على أيدي الأحبار، وكذلك الإنجيل حرف وزيد فيه ونقص وأدخل فيه ما ليس منه على أيدي القسيسين والرهبان والمجامع النصرانية، مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وينزه كتابه، وينزه رسوله عنه، فهما مسحونان بالأكاذيب والأباطيل والشرك، لا سيما الإنجيل الذي يرددونه الآن ويطبعونه ويوزعونه مملوء بالكذب على الله، وهو من إملاء القساوسة، ومن إملاء اليهود، فإن أول من حرف الإنجيل هو بولس الذي كان يهوديا ثم ادعى الإيمان بالمسيح، وبث في الإنجيل الشرك بالله عز وجل والوثنيات وعبادة الصليب واعتقاد أن موسى هو الله أو ابن الله وثالث ثلاثة أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وأنه له حق العبودية، كما يسمع من إذاعاتهم ومن كلامهم بألسنتهم، وهو كل من بث اليهودي بولس ومن تبعه، ويسمون هؤلاء الرسل، يسمونهم الرسل، الرسول بولس، الرسول فلان، فهذا من ما كتبوه بأيديهم ونسبوه له، قالوا هذا هو التوراة التي انزلت على موسى، وما هي بالتوراة، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكذلك عند النصارى ما هو أسد مما عند اليهود من الوثنيات التي شحنوا بها الإنجيل، فلم يبقى من الإنجيل إلا اسمه، الغالب أنه كله مغير محرف. شابههم من هذه الأمة طوائف الضلال المنحرفة، فكل يكتب لمذهبه ويزعم أن مذهبه هو الحق وأنه هو دين الله، ولا يتحاشون أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع الأحاديث المكذوبة ويكذب على العلماء والأئمة، فكتب الفرق مسحونة من هذا النوع. على سبيل المثال كتب الصوفية كم فيها من الضلال والكفر والإلحاد، يقولون هذا هو الدين. كتب عقائد أهل الكلام التي يسمونها كتب التوحيد كم فيها من التحريف والتعطيل لأسماء الله وصفاته والمجادلة بالباطل، كتبه مسحونة بالتعطيل ونفي الأسماء والصفات والقول بأن إثباتها على ما جاءت من عند الله أنه تجسيم وتشبيه،
وأنه قول على الله بما لا يليق به من مشابهة المخلوقين فينفونها ويحرفونها ويؤولونها ويعتمدون في عقائدهم على العقليات، أما السمعيات عندهم فإنها لا تفيد اليقين، فلذلك ما وافق العقل منها قبلوا وما خالف العقل إما ينفونه ويكذبون به، وإما أن إذا لم يستطيعوا تكذيبه سلطوا عليه التأويل والتحريف حتى يوافق أهواءهم، ويقولون هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام. الصوفية يقولون ديننا هو دين الإسلام، الرافضة يقولون ديننا هو دين الإسلام، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر من أخذ بمذهبهم يقولون هذا هو دين الإسلام، كل يدعي أن ما هو عليه هو دين الإسلام، لا لدليل قام عليه من الكتاب والسنة، فهم لا ينتسبون إلى الكتاب والسنة، وإنما ينتسبون إلى أقوال أئمتهم ومشائخهم وقواعد المنطق وعلم الكلام الذي يزعمون أنه هو الذي يفيد اليقين. فكل هذه الكتب أو كثير منها بأيدي اليهود والنصارى وبأيدي المعطلة والمحرفة كلها تنسب إلى الله، يقولون هذا من عند الله، هذا هو دين الإسلام، وهذا كذب على الله وعلى رسله. دين الإسلام هو ما في الكتاب والسنة، هذا هو دين الإسلام، وما عداه فهو زيف وضلال. دين الإسلام هو ما في الكتاب والسنة، هذا هو دين الإسلام، فما وافقه فهو دين الإسلام، وما خالفه فإنه ضلال وإلحاد وكفر، وإن سموه دين الإسلام فليس هو دين الإسلام. الله أنزل الكتاب والسنة لبيان دين الإسلام الصحيح الذي يرضاه لنفسه سبحانه وتعالى ورضيه لعباده، القائم على ما في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ من أقوال العلماء مهما كان شأنهم، ما يؤخذ من أقوالهم إلا ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فإنه يجب رده، ولو قال به من هو من أفضل الناس، لو قال به أبو بكر أو عمر أو الصحابة أو غيرهم عن اجتهاد ولم يوافق الصواب فإنه لا يجوز القبول، فكيف بغيرهم؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول: أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لا يجوز لأحد أن يجزم بأن قول العالم هو الحق إلا إذا وافق الكتاب والسنة مهما كان هذا العالم، لو كان من أفضل علماء الإسلام وهم رحمهم الله يقولون هذا، يقولون إذا وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقبلوه، فإذا خالف فردوه.